الاستعمار يا اخواني ليه اشكال مختلفة. الاستعمار ليه اشكال متلونة. الاستعمار اول ما بدأ كان يتمثل في الاحتلال بالقوات المسلحة، وبعد هذا اخذ تطور وتطور وتطور. النهاردة الاستعمار بيتمثل في اعوان الاستعمار، الاستعمار بدون جنود وبدون قوة مسلحة بيستطيع ان يحقق مآربه ويستطيع ان يحقق اغراضه بواسطة اعوان من الخونة الذين يتواجدون في كل بلد ويتواجدوا ويأخذوا منه السلطة ويأخذوا منه النفوذ، وبعدين يستولوا على السلطة في البلد دي وتكون البلد دي تابعة ليه وتحت إرادته بدون قوة مسلحة وبدون احتلال وبدون أسلحة. الاستعمار كان بيتلون ويتشكل. علينا على أنفسنا إن احنا نقاوم الاستعمار بجميع أنواعه، الاستعمار الكافر، الاستعمار المسلح، الاستعمار المصحوب باحتلال، والاستعمار المقنع تحت أشكال أعوان الاستعمار وتحت شكل المحالفات وتحت شكل الاتفاقات اللي بتعتبر فيها الدول ذيول وأذناب. وبدأ الاستعمار يتآمر من حولنا ويحيط الدسائس حتى يستولي على الدول العربية دولة دولة، يضع يده عليها دولة دولة، وبهذا يحاصرنا، يحاصرنا من جميع النواحي، وبهذا يستطيع ان يملي علينا رفض. فقاومنا، قاومنا هذه الدسائس، وكان الوعي العربي وكانت القومية العربية قد استيقظت واشتعلت واتخذت في جميع البلاد العربية في كل مكان. فلم يستطع الاستعمار ان يحقق اغراضه، ولم يستطع الاستعمار ان يحقق اهدافه، وانتصرت القومية العربية، انتصرت حركة التحرير العربية، انتصرت القومية العربية على الاستعمار، وهزم الاستعمار شر هزيمة. هزم الاستعمار في ديسمبر الماضي في الأردن حينما أرسل جنرال سنكلر ليجبر الأردن. كان الاستعمار بيعتقد إنه قوي وقوة هائلة، وإن الأردن اللي بيتكون من 1.5 أو 2 مليون سيخضع ويخنع. ولكن رئيس أركان حرب الإمبراطورية البريطانية جنرال سنكلر هرب من الأردن، هرب رئيس أركان حرب الإمبراطورية، لأن القومية العربية انتصرت، القومية العربية انتصرت وآمنت بنفسها وآمنت بقوتها وآمنت بحقها في الحياة. القومية العربية انتصرت، القومية العربية اشتعلت، ولم يستطع الاستعمار ان يحقق ابدا اي غرض من اغراضه. وبهذا كان حلف بغداد اللي هو بيعتبر وسيلة من الوسائل ليتحكم فينا ويتحكم في رقابنا ويستطيع ان يقيدنا بالسلاسل ويملي علينا ارادته، حلف بغداد وقع زي ما هو اتجمع، ما قدروش يضموا له اي دولة عربية. بفضل الوعي العربي وبفضل القومية العربية وبفضل الرأي العام العربي. اذا يا اخواني دخلنا معارك، دخلنا معارك في مصر، والعرب دخلوا معارك في خارج مصر، في معارك في الوطن العربي كله. الاستعمار عاون فرنسا في الجزائر وفي تونس وفي مراكش. قوات حلف الاطلنطي اللي عملوها وسلحوها وبقالهم 5 سنين بيسلحوا فيها، ولا من اكثر من 5 سنين، وبيصرفوا عليها بلايين الدولارات، كلها انتقلت من اوروبا الى شمال افريقيا لتقاتل الناس اللي بيطالبوا بحقهم في الحريه وبيطالبوا بحقهم في تقرير المصير، الناس اللي بيطالبوا بحقهم في الحياه. امريكا زعيمه العالم الحر تؤيد فرنسا المستعمره في تقتيل الجزائريين في الجزائر. بريطانيا تؤيد. الدول اللي بتنادي عن بنفسها وبتقول ان احنا زعماء العالم الحر وان احنا اللي بنتمنى الحريه، احنا اللي بنتمنى الحريه وبنتمنى تقرير المصير. الدول اللي عملت ميثاق الامم المتحده وحقوق الانسان، الدول اللي عملت ميثاق الاعلان الاطلنطي، اعلان روزفلت لكل شعب ان يقرر مصيره ولكل شعب ان يكون حر، الكلام ده كله نسيوه او تناسوه وابتدوا بحرب القوميه العربيه في الجزائر. سنتين النهارده
جيش الدول دي كلها بتحارب في الجزائر، بتحارب 10 مليون جزائري. هل استطاعوا ان ينتصروا على الجزائر؟ لقد استطاعت القومية العربية في الجزائر ان تهزم فرنسا وتوقع بها سد العزائم، واستطاعت القومية العربية في الجزائر. ان تهزم حلفاء فرنسا اللي بيصرحوا لها بالاسلحة، امريكا وبريطانيا ودول الاطلنطي كلها. بل استطاع المجاهدون في الجزائر، استطاعهم انهم باسلحتهم البسيطة المحدودة يقضوا على القوات المسلحة بالدبابات والمدافع واكبر اسلحة. القوات اللي كانوا الانجليز والامريكان مجهزينها عشان تقف قدام روسيا، بعتنها الجزائر ما قدرتش تقف قدام الجزائر. ده معناه ايه يا اخواني؟ القومية العربية اشتعلت زي ما قلت لكم من المحيط الاطلسي الى الخليج الفارسي. القومية العربية تشعر بوجودها، تشعر بكيانها، تشعر بقوتها، وتشعر بحقها في الحياة. هذه هي المعارك اللي احنا بندخل فيها. ما نقدرش ابدا نقول ان معركة الجزائر دي مش معركتنا، وما نقدرش نقول ان معركة الاردن في ديسمبر ما كانتش معركتنا، وما نقدرش نقول ان معارك الاحلاف مش معركنا. ان احنا اذا قلنا هذا نتنكر لعروبتنا، ونتنكر لقوميتنا، ونتنكر لنفسنا، ونتنكر لمصريتنا، لان مصائرنا مرتبطة. مصيري هنا مرتبط بمصير اخويا في الاردن، واخي في لبنان، وفي سوريا، وفي كل بلد، وفي السودان. مصائرنا مرتبطة، احنا اتخلقنا كده في هذا المكان من العالم. مصائرنا تؤثر على مصائر البعض، مصير كل واحد فينا يؤثر على مصير الاخر. ما يقدرش نقول ابدا ان دي مش معارك. هذه معاركنا، معارك كل فرد فيكم، معارك كل فرد من ابناء العروبة.